القرار ديال المدرسه بالنسبه لنا حنا في الباديه كنقروا بان القرار ديالنا المدرسه احسن من قرايه عن بعد، حيت ما كاينش الامكانيات ديال الكونيكسيون، ما كاين ديال الهاتف، ما كاين حتى حاجه. يلاه تتقول يا ربي تكون عام مدرسه بزز، ومني كتكون المدرسه يلاه كيقراو لك يلاه نهار في السيمانه ولا يومين في السيمانه، ما كاين داك الشيء منظم بحال العام اللي فات. الا جيتي تقرا يلاه قراو تقريبا شي شهرين. بالنسبه للمدرسه على حسب القضيه ديال الباديه ما كاين حتى شي مشكل، حيت ما كاينش البراني كيدخل، الناس اللي كاينين في سميتو ربما يديرها شويه تباعد وقضي غرض. خويا القرار الوزاري يعني ما متفقينش عليه، من الاحسن يقراو في المدرسه، نحنا فيه تكلفه كبيره بزاف، خاصك الويفي، خاصك بزاف الحوايج، هادشي اللي كاين. ماشي بصالح الجميع يعني، البعض غيقول لك يعني اغلبيه على رايي زعما، راي خاص، راي شخصي. من الاحسن يديروا القرايه في المدرسه في الابتدائيه ولا في الثانوي ولا هذا، علاش؟ حيت الدراري ما قراوش مزيان في هذا الشيء ديال الحجر الصحي في الدار، هذه راه باينه ما غيكونوش قراو. من ولاد اختي انا يوم جبت، انا عندي ولاد اختي ما والو ما بغاوش يقراو، وبالاخص واحد الدري صغير ما بغاش يقرا لينا، شدينا العكس، غير كتقول لي لي دوفوار صيفطوا لينا المعلمه ولا الاستاذه صيفطات لينا لي دوفوار ولا هذا، لا والو معنا ما كينوض، المهم كيتهرب. وبار كونتر يقدر شي واحد كيكون اجي وهذا يقدر يتفهم، وراه عارف هذا شويه صعيب الحال بالنسبه لي زونفون الدراري الصغار، صعيب عليهم الحال يقراو في الدار. من الاحسن يديروا شي حل بحال دابا يقراو في القسم ديالهم، ويكون داك الشيء على بعد، كل واحد جالس في الطابله ديالو الطاوله ديالو، ويكون البعد هذا، ويدير الكمامه حتى هما الدراري الصغار يديروا الكمامه، يقدر داك الشيء يكون مزيان، راه يقدر يكون ناجح. من الاحسن القرايه في المدرسه، قرايه عن بعد، راه واحد ما يلقى ما يدير يقول استاذ راه كونيكسيون تقيله وما يقرا ما والو صافي. اما قرايه في المدرسه زاهية شي تشيز قرايه كلشي، نديرو ديك مسافه الامان كماما صافي، و هما معقم وندخلو نقراو في المدرسه. من الاحسن قرايه عن بعد نستافدو منها، الاستاذ يقول كلمه كونيكسيون عندك تقيله توصل عندك على 3 سوايع. الحقيقه هاد عن بعد شويه قاصحه بالنسبه اللي ما عندوش المصاريف، والناس راه كما كيقولوا ركلات العصا في الاول، فهمتيني؟ اللهم بنادم يما كان غيقريهم تبارك الله ما كانش يقريهم يحبسوا هاد القرايه على بعد، المصاريف ديالها في الواتساب، لا في كل ما عندوش الانترنت، كل ما خدامش كيقرا 4 سوايع شاده الاستاذه في الواتساب، راه ما عندوش هاد السيد. وانا من هذوك الناس اللي دازت عليهم هاد المرحله هذه، فعن بعد شويه قاصحه. كما كنقول انا للحكومه اللهم احسن يرجعوا القرايه تكون، ونديروا الاحتياط ديالنا، ونديروا الكمامه للدراري، ونغسلوا لهم يديهم، ونوصوا الدراري ونعطيهم التعقيم في الذهاب ديال المدرسه وفي الاياب. والدري الصغير راه واخد واحد الافاده على هذا المرض ديال كوفيد 19، وكنتمنوا من الله في هذا الوباء كامل اللي يتحيد ان شاء الله ويكون خير ان شاء الله.